حضرتك يا انكل، انا نفذت كل اللي انت طلبته مني، وجيت على نفسي وغيرت كل اللي مرتبه. طلعت امي من بيتها عشان نسكن في مصر الجديده، وبعت شقتي عشان اقدر اصرف على الشقه والديكور والفرح والهانيمون. جان مشكلتي معاها انها بتطلب طلبات انا فعلا مش قادر اعملها، لاني لو عملتها بقى بغير كل الحسابات. فعلا انت كل مشكلتك ان انت هتوضى بالاوضه بتاعت مامتك، هو ده اللي فارق معاك يعني؟ وليه اعمل كده؟ شقه ثلاث اوض، أوضة لي أنا وجان، وأوضة للأطفال لما ربنا يرزقنا، والأوضة التالتة مفيش فلوس أفرشها ليفنج، أعمل ليه كده وأنا أصلاً عندي ليفنج بره؟ وإذا كان هو ده اللي مضايقك، حاضر هفرش أوضة أمي ليفنج، بس ده معناه إن مش هيبقى فيه ليفنج بره. أوكي يا عماد، أنا عايزة ليفنج لينا وليفنج لأصحابنا. طب هو في كده أنكل؟ خلاص يا عماد، أنا هفرش الأوضة التانية وخلاص. ميرسي يا بابا، ربنا يخليك ليا. براحتك يا أنكل، بس انا مش حابب كده. انا كنت افضل ان انا افرش على قد امكانياتي. انا ما رجعتش معاكوا في اي كلمه انا قلتها. وايه يعني لما نفرش اوضه ونشتري فرحه جان طالما انت مستخسر فرحتها؟ مستخسر ايه يا طنط؟ ربنا يعلم انا بعمل ايه علشان اسعدها. وبعدين في حاجه تانية مهمه، موضوع الارضيات. انا عايز اركب ورسالين وهي عايزه تركب رخام. حضرتك عارف متر الرخام بكام؟ فرق المتر ما بين الرخام والبورسلين هيعمل اكتر من 80,000 جنيه زياده في الشقه. مش قوي كده يا عماد، الشقه عندي كبيره يا طنط. وانا مش هعمل الارض بورسلين، انا هعملها رخام. يا جماعه انا بوضب مره واحده ولا ايه يا بابا؟ بص يا عماد، انتوا بتتجوزوا مره واحده، فلازم الحاجه تتعمل مظبوطه مره واحده. انا عايز افهم ايه اللي مش مظبوط في البورسلين. انا لسه ما كملتش كلامي. الحاجه لازم تطلع مظبوطه زي ما بنتي عايزه. وبعدين انت عارف ان بنتي مش زي اي بنت، دي مش ناقصها اي حاجه، دي دكتورة وبتشتغل في شركة جديدة وبتقبض كويس. وبعدين انت عارف ان انا سايب لها صيدليتين هي واخوها، ده غير الحسابات اللي في البنك. ربنا يزيدك يا انكل، بس انا مالي بده. لا مالك يا حبيبي، وهيبقى مالك بعد كده. انا ماليش دعوة حضرتك بتعمل لها ايه. انا لما اتجوز انا وجانا تبقى مسؤولة مني، قعدت من الشغل او اشتغلت، ورثت ولا لا، لانها تبقى مسؤوليتي انا. بقول لك ايه، أنا مش هدخل معاك في نقاش تثبت لي قد إيه إنك أنت راجل كويس. أنا كل ما في القبر بحاول أساعدك، أفرش أوضة ولا اتنين مش هتفرق معايا. أنا كل اللي يهمني إن بنتي تحس بفرحتها وهي بيتنفذ لها كل اللي هي عايزاه. تعال على نفسك يا أخوي. أيوة أجي على نفسي منين إذا كان الحسابات كلها مش كده؟ بقول لك تعال على نفسك واعمل الأرضية رخام. اتعب نفسك شوية. أنا مش عايزها تيجي تاني عشان تشتكيلي منك.